والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. ووقفة أخيرة مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكما دينا وصحر. والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13، الأسكندرية 19-14، مطروح 19-14، بورسعيد 20-15، والإسماعيلية 21-13. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 14، العريش 20-14، طابة 17-13، شرم الشيخ 23-15، والغردقة 23-14. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 10، أسوان 23-10، الوادي الجديد 23-8، شلاتين 25-15، وأخيرا حلايا بدرجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 18. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.